نشرة أخبار الساحل وفيها المعارضة المحاورة تطالب بإيقاف الحملات الداعية إلى مأمورية ثالثة ودعوة للحكومة للتدخل لإصلاح الاختلالات. رغم المخاطر وصعوبة الاستخراج، التنقيب اليدوي عن الذهب على وشك الدخول في الدائرة الاقتصادية. وتتابعون أيضا، وسط عنف شديد ودعوات للهدوء، المواطنون الكونغوليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد إرجائها 3 مرات. تفاصيل أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نوكتوت. السلام عليكم. طالبت أحزاب سياسية معارضة مشاركة في الحوار السياسي مع السلطة بوضع حد لما أسمته الحملة اللامشروعة والمخالفة لقواعد الديمقراطية والسلم الأهلي في موريتانيا. وأعلنت الأحزاب في بيان مشترك أن المبادرات التي تطالب رئيس الجمهورية بالترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة تتعارض مع ترتيبات الدستور في مادتيه 26 و28. واتفاقات آخر حوار سياسي وطني مطالبة بتدخل سريع من قبل الحكومة لإيقاف هذه الحملات. وكانت الساحة السياسية الموريتانية قد شهدت في الآونة الأخيرة مبادرات عدة لمطالبة الرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة حفاظا على ما وصفته بمسار البناء والاستقرار والإصلاح. وهدد تحالف المعارضة بالمساءلة القانونية لأصحاب الدعوات. أكد مصدر موثوق من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لقناة الساحل أن الحزب أرسل دعوة رسمية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من أجل التعاون في وضع خطة تهدف لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية. وتحدثت مصادر أخرى عن إبداء المنتدى استعداده للمشاركة في مسيرة يستعد لها حزب الاتحاد الحاكم تهدف لرفض خطاب الكراهية والعنصرية. وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد دعا في بيان له قبل أيام لمسيرة تنظم في النصف الأول من شهر يناير المقبل كتعبير مدني حضري عن رفض الخطاب العنصري أيا كان مصدره. أحالت النيابة العامة في ولاية تير الزمور نحو 50 منقبا عن الذهب إلى سجن بير موغرين. اعتقلهم الجيش الموريتاني في منطقة محظورة على المنقبين. ومن بين الموقفين 16 سودانيا تم إيداعهم في السجن تمهيدا لمحاكمتهم. وكان الجيش الموريتاني قد حدد منطقة إقلي بندور للتنقيب عن الذهب، لكن الموقفين قبض عليهم داخل منطقة مجيحدات في الشمال الشرقي من ولاية تير الزمور، وهي منطقة عسكرية مغلقة. وبدأ التنقيب عن الذهب في الشمال الموريتاني يتطور إلى نشاط اقتصادي مدر للدخل تقدر قيمته المضافة بنحو 250 مليون دولار سنويا. الشيخ المهدي النجاشي. على بعد حوالي 700 كيلومتر من مدينة زويرات يعمل الآلاف من الموريتانيين في مجال التنقيب السطحي وتحديدا فيما يعرف بقلب دور، وذلك بعد أن رخصت السلطات العمومية والوصية من خلال التراخيص المدفوعة الثمن مسبقا التنقيب في هذا الحيز الجغرافي المتاخم للحدود الموريتانية مع الشمال، وهي منطقة أمنية تخضع لرقابة مشددة لطبيعة موقعها الحساس ولوجودها في منطقة المخاطر المتعددة. الإقبال المتزايد على منطقة قلبندور والسعي نحو دخول آليات خارج القانون حذر الجيش الموريتاني المنقبين عن الذهب في هذه المنطقة من الإخلال بالاتفاق المبرم معهم، واصفا هذه المنطقة بأنها منطقة أمنية حساسة، مضيفا أن أي إخلال بالترتيبات الأمنية المعمول بها في هذه المنطقة الأمنية الحساسة في هذه المنطقة سوف يعرض صاحبه لخطر حقيقي. هذا وقد أحيل 49 منقبا عن الذهب إلى سجن بير موغرين بعد القبض عليهم في مناطق عسكرية مغلقة خارج عن المنطقة المرخصة كما تقول المصادر، ومن بينهم 16 سودانيا تم تحويلهم إلى السجن الجمعة الماضي في انتظار محاكمتهم بعد القبض عليهم في مناطق عسكرية مغلقة خارج عن المنطقة المرخصة كما تقول المصادر، ومن بينهم 16 سودانيا تم تحويلهم إلى السجن وفق بعض المصادر.
هذا ويأتي الإقبال المتزايد على التنقيب في قلب دور بولاية تير الزمور وبشكل متنامي بعد أن شهدت منطقة تازيست بولاية شير استخداما كبيرا لآليات التنقيب السطحي على وقع التراخيص لدخول المنطقة منذ أكثر من عامين. شهدت فيها عدة مناطق من منطقة تازيست انتعاشا اقتصاديا كبيرا من عائدات البحث السطحي عن الذهب. بدأت السلطات المختصة في ولاية نواكشوط الغربية هدم المبنى الذي كان مقرا لمجلس الشيوخ المنحل، وتأتي الخطوة تطبيقا لتعهدات من السلطات بجعل مقر مجلس الشيوخ ضمن ساحة بوسط نواكشوط مخصصة للاسترخاء وراحة ساكنة العاصمة. وقد تداخلت في عملية الهدم الأسباب الفنية والتأويلات السياسية، لأنها تأتي في خضم الجدل الذي أثاره إلغاء مجلس الشيوخ وإحلال المجالس الجهوية محله، لكن مصادر رسمية أكدت أن إزالة المقر تدخل في إطار عصرنة المدينة التي تتطلب هدم مباني وتشييد أخرى. أحمدنا سيد أحمد. آخر الدواء الكي، هكذا اختتمت قصة المواجهة مع ما كان يعرف بمجلس الشيوخ. المبنى الذي ملأ الدنيا صخبا بعد طرح التعديلات الدستورية الأخيرة للاستفتاء لم يعد يشكل سوى جزء أصغر من مساحة صغيرة قد لا تخرج عن حيز باحة القصر الرئاسي. وعن حيز هذه الرواية تخرج روايات أخرى يغوص بعضها في النوايا من هدم مبنى مجلس الشيوخ، لكنها تبقى سرد حكايات لا يمكن الركون لها ما لم تجد من الأدلة ما تركن إليه. أما الحكاية المؤكدة فتروي لنا ما يعيدنا إلى تاريخ هدم المباني القديمة، وأكثرها مثالية تلك التي سبقت هذه المباني وسط العاصمة، فكانت الحجة من هدمها يومها هو إعطاء العاصمة وجها جديدا بمباني عصرية تتماشى ومحاولات عصرنة المدينة. الحجة رغم أنها مقنعة، لكن المتابعين يملكون حق التشكيك فيها ما لم يتجسد المقصد على أرض الواقع. ظهور المباني الموعودة رأي العين ولد واقعا جديدا بات يحد من التشكيك في أي خطوة تقوم بها السلطات في هذا الصدد. وهذا ما يفسر عدم مبالاة كبيرة بهدم هذا المبنى من طرف المتابعين، رغم حالات محدودة أغلبها ذي خلفية سياسية. ومع ذلك فبصمة السياسة لا يمكن استبعادها، لأنها وحدها استطاعت إفراغ المبنى من مرتاديه قبل أن يفرغ من عتاده ساعات قبل الهدم. أحمدنا سيد أحمد، الساحل تي في، نواكشوط. أعلنت قوة باراخان الفرنسية وقوة من جمهورية النيجر أنهم قتلوا قرابة 15 جهاديا خلال ضربة مشتركة بطائرات حربية. وقد أسفرت العملية عن الاستيلاء على 20 دراجة نارية و26 سلاح، من ضمنها رشاشات وبعض الذخيرة. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في تغريدة لها على موقع تويتر إن العملية تدل على تقدم متسارع للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس في العمل الميداني. انطلقت الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد لاختيار خلف الرئيس جوزيف كابيلا وسط موجات عنف اجتاحت العاصمة كينشاسا وضواحيها. ومن المقرر أن تعلن نتائج الاختراع الرئاسي في 15 يناير المقبل، ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 من نفس الشهر بحسب مفوضية الانتخابات. وكانت هذه الانتخابات قد أرجئت 3 مرات بسبب الأوضاع الأمنية. محمد أعمر بلون. 18 سنة من الحكم تكفي، قالها أو أجبر على قولها جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية أو زاير كما تعرف قديما، لتدخل البلاد في مرحلة البحث عن رئيس جديد في حدث هو الأبرز للكونغو التي تعرف الانقلابات والاستبداد والحروب الأهلية. انتخابات رئاسية كان من المفترض أن تجرى في 2016، بعدها أجلت 3 مرات وتقدم فيها 21 مرشحا،
أبرزهم حظا ثلاثة، أما الباقون فلم يخض بعضهم الحملة الانتخابية أصلا. مع الانتخابات الرئاسية تتوازى انتخابات تشريعية ومحلية، لكن الأولى تطغى على كل شيء. انتقال الكونغو الديمقراطية إلى الكلمة الأخيرة من اسمها يأتي في مناخ مضطرب، أوله أزمة ثقة بين المعارضة والدولة، ثم إن الوضع الأمني في البلد لا يسر الناظرين، حيث أعلنت البلاد إغلاق حدودها مع جاراتها التسع. إجراء الانتخابات يأتي بعد أعمال عنف تخللت الحملة الانتخابية، يقال إنها خلفت بضعة قتلى، لتخوض جمهورية الكونغو الغنية بالمعادن انتخابات على صفيح ساخن قد تنفجر أوضاعه في أي لحظة، فهي من أكثر بلدان القارة استمرار مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية. وفي انتظار ما بعد حكم أسرة كابيلا يبقى الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات، فهناك ما يقارب 100 مليون كونغولي ينتظر ديمقراطية لم يعرفها إلا في اسم بلاده. إلى هنا وصلنا إلى ختام أخبار الساحل، تذكير بالعناوين. المعارضة المحاورة تطالب بإيقاف الحملات الداعية إلى مأمورية ثالثة، ودعوة للحكومة للتدخل لإصلاح الاختلالات. رغم المخاطر وصعوبة الاستخراج، التنقيب اليدوي عن الذهب على وشك الدخول في الدائرة الاقتصادية. وسط عنف شديد ودعوات للهدوء، المواطنون الكونغوليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد إرجائها ثلاث مرات. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء بحول الله.